الريح أيادينا مفتوحة ليلا ونهارا ورؤيتنا واضحة والقاعدين نتكلم بها من قبل ما نجي ننضم للحركة، وما انضمينا للحركة دي إلا عرفنا أنه فعلا الحاجة داير واحد والصلة بتصل. ما انضمينا عشان مناصب أبدا، انضمينا عشان نقدر نعمل حاجة عشان تكون في كتلة حقيقية، وما انضمينا عشان نشيل السلاح، ننبينا عشان نشيل القلم ونشيل السلام ونوصل السلام في الأرض وبكل الجهد وبين كلنا عشان نعمل دولة حقيقية ونرجع نبني الدولة دي. الدولة دي داري بناية مننا احنا، ما داري بناية من زول تاني، وما داري تاني صوت البندقية في السودان، داري نسكت صوت البندقية، نسكته بالشباب وبالجيل الواعي، وأيادينا زي ما قلنا مفتوحة ومواقعنا مفتوحة في الحركة وصفحتنا موجودة. أي وقت في زول عنده أي رأي، عنده أي اقتراح، عنده نية للانضمام، عنده أي حاجة، مرحب بك تحت أي وقت. مراكزنا مفتوحة زي ما قلت لك، وعندك أي سؤال نحن جاهزين، بس دايرين نبني دولة في كل حاجة. مفاوضات أجوبة لا يمكن تجيب. شوف احنا ما عندنا قضيه بمفاوضات جوبا، شرحنا لكم كثير مفاوضات جوبا احنا برا منها ما بتمثلنا ولا عندنا ما شغله، ما بمعنى انه سلام جوا ما بمثلنا نحن ما دايرين سلام. احنا هنبدا بالسلام، والسلام الدايرينه احنا دايرين نعمل سلام من الداخل وشغالين فيه، ودراينا من قبل ما ننضم للحركه، وانتوا عارفين كلام زي ده كويس، في ناس عارفه. فيجب على الناس نتكاتف، ونقول لكل لجاننا ومكاتبنا موجودة في داخل الأراضي الوطن لهم التحية والاحترام، شدوا حيلكم، افتحوا منابركم ليلا ونهارا، والناس تمشي لقدام، ويوزعوا الكل الكتيبات والمياشير تتوزع في كل المواقع الإلكترونية، والرسائل إن شاء الله من عبر الواتساب. فرؤيتنا هنخلي حتى دستورنا المتتوجه به وجايين به لجمهورية السودان إن شاء الله هيتملق للشعب السوداني خطوة بالخطوة. واحد، إذا بدينا أي خطوة في مفاوضات أو أي حاجة اتفاقيات بتكون لكم برا، ما في دبر نزاية شغل بلبده، ما في برا. شفت شغل وقول ليلة بقول لك سوينا كده لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الحركة دي دارت ميل تمشي لأي اتجاه، ما بمشي للشعب السوداني بطلع منها وبدقها، ده ما عندي فيه ولا شك في ذلك. اسمع الكلام ده كويس، ولا شك في ذلك. اصلا ما عندنا مجامله، طام صدحارة بره ما في شغل لبره، بنحط لكم ورقه زي دي، تمت اي حاجه، ما تتم اي اتفاقيات، تمت تجي للشعب السوداني هنا بالتمام والكمال، مش باللسان ساكت، لا لا، الورقه اللي توقع ده تتنشر للشعب السوداني. عشان ما الكلام ده برات ممكن يقول والله في شغل تحت 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 تحت، دي ما في تحت تحت دي دمرت السودان، ما في ما في اي سوى بروتوكول ذاته، بروتوكول ده للشعب السوداني، والكلام ده مش للشعب السوداني هاي يكون عايش معاك ليل ونهار. وصدورنا مفتوحه ليكم، تليفوناتنا موجوده ليكم ليلا ونهارا، اي زول عنده اي راي اي استفسار ان شاء الله ما بيمشي مع الحركه دي، مرحب بك، انت سوداني انا اسمع رايك ولا بد ان نتراي. وهنفتح في الايام الجايه، هنفتح برضه حتى الاستضافات ان شاء الله، اتمنى انه اخواننا في الايام الجايه دي ربنا ان شاء الله يسهل، ونقوم نربط الصفحه دي بال اسمه ده بالزوم، وهنعمل استضافات لاي زول اي زول. شوف حركه جيش تحرير السودان لكل الشعب السوداني، كل المهل ما انت قاعد الحركه دي بتمثلها وبتهمها، امرك بهمنا ليلا ونهارا. إن كنت في السلطة برا السلطة، شوف لأن إحنا ما قلنا حركة دارفور ولا قلنا حركة إثنية، قلنا حركة جيش تحرير السودان. يبقى تحرير السودان من الفساد، تحرير السودان من الكذب، تحرير السودان من الزور، تحرير السودان من بيع المقاعد. أنت فهمت كلامي ده؟ تحرير السودان ده مش تحرره ساكت، لا لا، تحرير ده كتير جدا، تحرير العقول، وده أهم نقطة بالمناسبة.
الأغول لازم تتحرر. والتحرير بتاع الأغول ما بيجي بالساهل بالمناسبة، بيجي بالسجاية، كل يوم نقطة نقطة ونمشي لقدام. وفي الفترة دي احنا بنتحملك، انت برضه لازم تتحملنا، لكن احنا وقد قدمنا يدنا عنه قلنا حركة جيش تحرير السودان، يبقى انه احنا لازم نبقى قدر المسؤولية. والبناية بتبدأ من هنا. وما يفوتني انه اشكر جزء كثير جدا من الحركات المسلحة، من ضمنها حركة جيش تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، شايف فتح منابر جديدة بسلام من الداخل. أنا بحييه في الخطوة دي، خطوة جميلة بالمناسبة، بحييه بالخطوة كويسة، أنا بحييه من عبر المنبر هنا، بحييه شديد وبحيي كل المشاهدين. التحية ليك يا أرجح، ليك التحية والاحترام يا كمر، تحياتنا ليكم كلكم يا جماعة، تحياتنا ليك كتير كويس. فأي وقت أي وقت نحن صدورنا مفتوحة للناس كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. والاستضافات هتبدأ في الأسبوع الجاي، أنا شايف في حامد، تحياتي لك كتير. الاستضافات بتبدأ في الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي نحن هنستضيف عزولة، بنستضيفه، بنعمل معاك لقاء، بتتصل علينا، بنحدد لك موعد، بنستضيفك طوال مباشرة عشان أنت تسمع مننا وإحنا نسمع منك، ما في مشكلة. ده واحد. اثنين، لو في أي زول عنده حاب أنه يعمل مناظرة عبر قناة الحوش، أي قناة أنت دار تعرف أن الحركة ودار تعمل مناظرة وعندك رأي، إحنا جاهزين ليلا ونهارا، ما في أي مشكلة، صدورنا مفتوحة، نوضح لك رؤية الحركة كويس، سياسيا وأمنيا مدنيا وعسكريا، مستعدين، صدورنا مفتوحة لأي السوداني، أي سؤال يخطر ببالك اتفضل، نحن ما عندنا مشكلة. ليه؟ جايين للسودان، فيبقى انه عشان نجي للسودان لازم نصبر معك ولحد نوصل لك الرسالة. وما عند ده كلام بقول لك تاني من هنا، حركة جيش تحرير السودان جناح دكتور الريح، ما عندنا عداوة مع اي زول، نختلف معك سياسيا لكن ما بمعنى انه انت عدوي، احنا ما عندنا عدو، عدونا ضد الوطن، عدونا اللي بيبيع الوطن، عدونا اللي بيبيع المراكز، عدونا اللي المدار الوطني يمشي لقدام، المدار الوطني يمشي لقدام، الدائر بس يركب وهو ما بهمه باقي الناس، كومي وكومك، يقول لك اكل اكل كومك، اكل تورك وارمي لزولك، دي ما بتنفع معانا، دي طام صدحرا برا، شغل لازم يكون دشر ليلا ونهارا. ما في شغل بلبدو، سير بلبدو ما عندنا، سير بلبدو ما جاء عديل. وأي منطقة أنتوا دايرين أي حاجة دايرينها إحنا معاكم، في السودان جوا، ما هنا ما برا، إحنا ما عندنا حاجة نقول لها حرب، حربنا لسان ده بس، نتكلم معاك باللسان ده أنا وأنت عشان نمشي قدام. والصيف جاي، الموسم قرب ينتهي كويس. انت قال لي انت ما عندك موضوع، طيب انت قاعد ليه ام علي؟ تحياتنا ليك يا ابو علو كويس. انا ما عندي موضوع صح، اصبر، احنا هنصبر معك، ما هو اصلا عشان ال 40 مليون او ال 30 مليون دول ما كلهم اصلا هيسمعوك بسهوله، لكن بيجي يوم لما يلقوك انت ماشي صح ويلقوا السودان ده الطريق اللي بتوديه صح، بيجيك. تحية لكم كتير وشاكر ومقدر لكم، ليلة سعيدة إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.